بص يا اسلام، مفيش واسطة في الوسط الفني. يعني حتى انت لو حد شغل حد او رشح حد او حاجات كده، الناس مش هيضحك عليها. وفي حاجتين الناس ما بتضحكش عليهم فيها، في موضوع اللي هو الابن او الحاجات دي، الفن والكورة. وعايز اقول لك، انت مش عارف يعني ايه ابن عادل امام وبيمثل، وعلى الهجوم اللي الواحد يتهاجمه. انا عايز الناس اللي هي بتقعد تقول ولاد الفنانين والفرص اللي بياخدوها والحاجات دي، لا، ده تعالوا بقى خدوا الشتيمة اللي احنا بناخدها ونشوف لو حد يستحمل الهجوم اللي بيحصل علينا. بس الحمد لله الواحد دلوقتي عدى المرحلة دي. يعني انا ما بسمعش الهجوم خالص، ما بسمعش مش عايز اقول النقد، بس اي حاجة. انا عارف انا ماشي في طريقي، وعارف انا عايز اعمل ايه. وزي ما قلت لك، يعني انت مش فاهم، كان صعب ان فكرة ابن عادل امام يمثل، وخصوصا ان مفيش ابن فنان قبل كده عمل حاجة وبقى نجم.